ننتقل بكم إلى هذه الصور من العاصمة الفرنسية باريس، حيث أغلق عمال غاضبون من رفع سن التقاعد الطريق إلى إحدى صالات مطار شارل دوغول في باريس في إطار احتجاجات واسعة نظمت على مستوى البلاد. خدمات القطارات أيضاً بدورها تعطلت، كما أغلقت بعض المدارس، بينما تراكمت القمامة في الشوارع وتعطل توليد الكهرباء مع تصعيد النقابات الضغط على الحكومة لسحب القانون الذي يزيد سن التقاعد عامين إضافيين. كما شهدت أعمدة من الدخان تتصاعد من أكوام حطام محترقة أعاقت حركة المرور على طريق سريع بالقرب من تولوز في جنوب غرب فرنسا. وتسببت الإضرابات أيضا في إغلاق طرق في مدن أخرى لفترة وجيزة. إذن هذه الصور من العاصمة باريس، يوافينا سيف الدين العامري المتواجد الآن في العاصمة باريس لتغطية هذه الأحداث، يوافينا بالزخم الذي تكتسبه هذه التظاهرات حتى بعد كلمة الرئيس إيمانويل ماكرون بالأمس وتصريحاته لبعض وسائل الإعلام الفرنسية. تفضل سيف. بل أججتها أي كلمة ماكرون في الحقيقة فضيلة كما تفضلت في كل مكان من فرنسا، سواء في مارسيليا أو نيس أو تولوز أو هنا في باريس أو في النورماندي أو في بعض المناطق غربية فرنسا، الاحتجاجات والتظاهرات متواصلة وتشهد في أحيان كثيرة بعض أعمال العنف والاشتباكات بين المتظاهرين وقوات حفظ النظام الفرنسية لجندارمري. نحن الآن في ساحة باستي وسط العاصمة باريس، هنا أين كما نرى مع بعض بدأ تجمع النقابات والعمال من كل المهن في الحقيقة، يعني عمال نظافة، أساتذة تعليم ثانوي، عمال بالنسبة لوسائل النقل وسائقي الشاحنات والمترو وأيضا القطارات، وربما بعض الاختصاصات فيما يتعلق بالطب وأيضا التمريض. هنا عديد المهن تتجمع لرفض قانون الذي اقترحه ماكرون، والذي في الحقيقة أصبح قانونا بعد فشل الجلسة العامة لسحب الثقة من حكومة بورن، طبعا في الترفيع في سن التقاعد إلى 64 عاما. جل هؤلاء الآن يرفضون في الحقيقة هذا الترفيع في سن التقاعد، ولكن أيضا لا ننسى أن عديد مطالب القطاعات هنا تتعلق بضرورة التحكم في نسبة التضخم التي أرهقت الآن الموظفين، خاصة في القطاع العمومي في فرنسا. غلاء المعيشة وغلاء الأسعار لم يعد محتملا بين الظفرين بالنسبة لعديد القطاعات المهنية هنا في فرنسا. بالنسبة للنقل والتعليم والصحة هناك مطالب وشعارات أيضا ترفع. المسألة لا تتعلق فقط بالترفيع في سن التقاعد رغم أن هذا هو الشعار الرئيسي، ولكن محرك كل هؤلاء في ساحة الباستي وفي عديد المدن والساحات هي قضايا أخرى اقتصادية واجتماعية بالأساس فضيلة. ولكن سيف الدين، يبدو بأن الرئيس الفرنسي أوضح يعني بشكل لا مجال للبس فيه، قال بأنه سيتحمل تنازل في شعبيته، يعني الرئيس يريد تنفيذ هذا القانون قبل نهاية العام. هل نحن أمام معركة كسر عظم كما يعني تشاهد الآن وكما تأخذ بعض الانطباعات من الشارع؟ فضيلة صحيح، كسر العظم سيكون في مستوى رئيسة الحكومة إليزابيث بيرن ربما، ولكن بالنسبة لماكرون هذه ولايته الثانية، وبحسب الدستور لا يمكن له أن يترشح لولاية ثالثة، بالتالي موضوع الشعبية بالنسبة للرئيس ماكرون قد لا يعنيه، وإنما المستوى السياسي الأهم هو المعركة على مستوى رئيسة الحكومة، التي أكد إيمانويل ماكرون أنه على الأقل ستبقى معه إلى حدود الصيف أو يونيو القادم. المعارضة داخل البرلمان، وهذا ما يقوله المتظاهرون، أنها كسبت معركة على الرغم من أنها فشلت في سحب الثقة من حكومة بورن. عدد النواب الذين صوتوا لسحب الثقة كان كبيرا،
9 أصوات فقط فارق بين من كانوا يريدون سحب الثقة ومن أبقوا على حكومة بورن. كان هناك تذبذب بالنسبة للجمهوريين الذين أرادوا الحفاظ على منطقة وسط، ولكن فشلوا لأن البعض من النواب الجمهوريين قد صوتوا لصالح لائحة سحب الثقة من حكومة بورن. المشهد السياسي أيضا معقد بقدر التعقيد المشهد الاقتصادي والاجتماعي. هنا النقابات تعول على المعارضة القوية على الرغم أيضا من تشتتها. أقصى اليمين بقيادة مارين لوبان تريد أن تسحب الثقة، وأقصى اليسار بقيادة جون لوك ميلانشون يريد أن يسحب الثقة. هذه اللعبة السياسية تعقد أكثر على النقابات وعلى المتظاهرين وعلى المحتجين وعلى الفرنسيين بشكل عام أن يختاروا وجهة معينة وأن يختاروا قضية معينة للضغط عليها. هناك اختلاف كبير، لكن الشارع على الأقل موحد الآن حول شعار واحد، وهو التخفيض في سن التقاعد وعدم المرور إلى 64 عاما فضيلة. ولكن الحياة العامة كما نتابع بسبب هذه الاحتجاجات وهذه الإضرابات تقريبا متوقفة. رأينا شوارع باريس وهي تمتلئ بالقمامة. إلى أي مدى هناك تحمل من قبل الحكومة الفرنسية لاتساع رقعة هذه التظاهرات؟ يعني مدينة تولوز اليوم في شرق غرب فرنسا أيضا كان فيها أحداث وشغب. صحيح فضيلة، ويعني حتى ميلانشون نفسه قال أن قوات الأمن منذ 3 أسابيع دون لوغ بوت، يعني لم ينتزعوا الخوذات ولم ينتزعوا أحذية البوليس. يعني بدأ هناك نوع من الإرهاق لدى يعني القوات الأمنية. الحكومة من الصعب أن تتحكم في نسبة الفضلات. أيضا هناك نوع من الشركات الخاصة قد كلفتها بعض الوزارات، ولكن هذا لا يكفي. تقريبا 10,000 طن من الفضلات والقمامة على مستوى باريس فقط، ولا نتحدث عن مدن أخرى. بالنسبة للمطارات تقريبا تخفيض بنسبة 30% و20% للطائرات والرحلات المتوجهة نحو شارل دو غول، باري أورلي ومطار مارسيليا. هناك نوع من الشلل الآن في مدينة باريس وضواحيها، لأن القطارات والمتروات تقريبا منخفضة ولكن بنسبة 50% بل 60% و70% أحيانا بالنسبة لوسائل. هناك ربما أيضا نوع جديد أو رفع لسقف التظاهر حين يغلق الطريق أو تغلق صالة في مطار شارل دو غول. هذا أمر لم يعتد عليه الفرنسيون، تعودوا على الإضرابات المتعلقة بوسائل النقل الأخرى كالقطارات. هل الشارع مستعد لتصعيد الموقف أكثر مما نشاهد ونتابع الآن؟ صحيح فضيلة، تحدثنا إلى عديد الشباب هنا المنظم في نقابات أو في أحزاب سياسية أو الطلبة خاصة، وأيضا بعض القطاعات المهنية وفئات عمرية قريبة من سن التقاعد والتي يعنيها مباشرة هذا القانون الجديد. الكل أكد بل أحيانا يقول أن هذا مجرد تسخينات، سيتم التصعيد في الأيام القادمة ضد هذا القانون. لأنه في الحقيقة فضيلة، لو نضع الصورة العامة لفهم الموضوع هنا في فرنسا، المسألة لا تتعلق فقط كما قلت بسن التقاعد والترفيع فيه. هناك أزمة اقتصادية واجتماعية عميقة هنا نتيجة عديد الأسباب، أولها أن فتح الحياة بعد كورونا. قد استفاق الفرنسيين بعد كورونا على أزمة اقتصادية ومالية كبيرة. لا ننسى أن الحرب في أوكرانيا قد كلفت أوروبا وفرنسا مبالغ عديدة ويعني ثمن اجتماعي واقتصادي كبير. الآن بدأ يظهر فقط في مستوى المتقاعدين، ولكن سيظهر في مستويات أخرى في المستقبل. لا ننسى أيضا أن التعقيد السياسي على مستوى البرلمان خاصة، وهذه التمثيلية المتنوعة والمتشعبة من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، إلى الخضر، إلى المدافعين عن البيئة، إلى الوسطيين، كل هؤلاء لا يملكون أجندة واضحة لمستقبل فرنسا من هنا إلى 2027 موعد الانتخابات المقبلة. الجميع يتحدث عن ذلك الموعد صحيح، ولكن إلى حد هذه اللحظة الآراء العامة هنا في باريس وفي فرنسا، الرأي العام الفرنسي غاضب بوضوح على ماكرون وحكومته التي تترأسها إليزابيث بورن. تعامل الشرطة وقوات الأمن هل يمكن أن يتغير مع مرور الوقت، خصوصا وأننا تابعنا ربما
ملامح من استعمال مفرط للقوة وتفريق بعض التظاهرات أمام أماكن حساسة. فضيلة، ربما قد ينفذ صبر الشرطة وقوات حفظ النظام هنا. الكر والفر كل ليلة، يعني حقيقة كل ليلة لا ينقطع، يبدأ من الساعة 6 مساء بتوقيت فرنسا ولا ينتهي إلا في سوى بعد منتصف الليل وساعات الفجر الأولى. قوات الأمن يعني تلاحق المتظاهرين إما بالقنابل المسيلة للدموع أو بالاعتقالات المباشرة. يعني في الأيام الأخيرة نسمع بأخبار عن 200 معتقل، 300 معتقل، 150. المسألة أصبحت معقدة أكثر بالنسبة لقوات الأمن، ومن الصعب أن تسيطر خاصة الليلة مع هذا العدد الكبير من المتظاهرين على طبعا هؤلاء المتظاهرين وغضبهم. فضيلة، شكرا لك سيف الدين العامري، مراسل سكاي نيوز عربية في باريس.